على الجميع أن يدرك بأن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني هو الصوت العربي الأقوى وربما الوحيد الذي يرفض صفقة القرن إن كانت تمس ثوابتنا الوطنية وثوابت الشعب الفلسطيني. والأردن شعبا وقيادة سنبقى ونسعى ونؤكد على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، ولن يستطيع أحد التفريط بهذا الحق العربي الفلسطيني الأبدي بفلسطين. ومهما حاول ترامب ومعه الصهاينة ودولة الاحتلال فإنهم لا يمكن أن يتغلبوا على قوة التاريخ وصلابة الثقافة والإرادة التي لا تلين لدى شعب لا يهاب الموت ولا يعرف الرعب. إنه فلسطين الشعب والوطن، إنه المقاومة، إنه المجاهد المرابط الصابر المناضل. هذا هو الشعب الفلسطيني الذي سيبقى الخنجر في ظهر هذه الصفقة بإذن الله.